ضربة 21 دقيقة على اف ام احلى راديو العبيلة تجيكم من توا حتى للخمسة متاع العشية. مساء الانوار، مساء الخيرات للناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا، داخل او خارج حدود الوطن. نسلموا عليكم برشا، سلموا برشا زاد على الناس اللي تابع فينا على الباج فيسبوك راديو اف ام ولا على الشين اي اف ام على الفيسبوك. فرحان زاد برشا اليوم اللي المباراة ذي بطلب خاص، طلب خاص قال لي نطلب الثأر. قلت له قبل ما تطلب الثأر خويا لازم العبيد تطلب اتوال 600 اتوال واحد دياز كود يوصلكم للألف دينار. نعم ألف دينار كاش، كان تكون واحد من المتبارين اللي شاركوا معنا لايف. 2000 دينار كان تكون واحد من الفايزين على الديجيتال. واخيرا وليس اخيرا القرعه نتاع السيف 40 مليون كاش. نعم 40 الف دينار كاش بعد ما فاز صديقنا صليح بال 50 مليون في السيف. كانويتها نقصت شوي في الشتاء ترجع كل مره كيفاش، كل قدير وقدره. فرحان برشا اللي معايا اليوم، قلت لكم راهو بطلب منه شخصيا، قال لي نحب اعاده للمباراه، طلب للثأر، طلب للرد للاعتبار. ما نجمت كان اللبيل والطلب متاعو. فرحان برشا اللي معايا اليوم أسطورة الكوميديا صديقي العزيز لطفي بنت قاسم. لطفي يا وليد عسلام اخي، شارب دوا غال تاني ربحت اخر مرة. شبيك انا ثائر تحكي عليه؟ ما لا هي طلبت ثائر تي ربحني مرة ربحني احنا مرة. اخر مرة نحكيو اي اخر مرة نربح هنا ثائر تحكي عليه. ايني حبيت ان ايني في انتظار كل حبي كل كي تحية لهالين انت ربحت انا ربحت انت تحب مرة. حتى استحقاقي وربحي تنحيهولي، ما فهمتش شنو اللي ذنبك معك؟ قاتلني انا نحب الساعة ان نتمنيه الشفاء العاجل لصديقنا وخوي الكبير القيدوم الكابيتانو عبد الحميد بن قياس. ميداتهم قولوا لك ان شاء الله لاباس وعكا صحية خفيفة. لاباس هلك صحيح. سلموا عليك برشا حميدات وان شاء الله لاباس صديقي العزيز وترجعنا في فورما الجمعة الداخلة. فرحان برشا زاد اللي معايا اليوم صديقتي اسلام جملي. عسى اسلام عسلامة وليد. انت اللي طلبت صار الثأر خاطر المعدة قالت لي طلبوا الثأر ويحبوا يعاودوا المباراة. قلت لهم باهي يعاودوا المباراة خليهم يعاودوا مش من عويدو دونك طلع الظالم وانا في بالي هو الكل انت ظلمني قداش ما ظلمتنيش من نهار اللي عرفت طوالي اربع ولا خمس سنين وانا مظلوم مظلوم يا دنيا. انا في بالي انت صديقي طلبت الثأر خاطر استنست بكم خاسرين. انا يقضي لك على امالك في اللحظه قبل ما تبدا عرفتك لطول يصرفك. طلعت انت بنيتي اللي طلبت الثأر ما رقتش الليل من نهار بنيتي يا بنت وليد. تعرف الصعيد ايش قال؟ الثار ولا العار؟ عاد هي الثار ولا العار؟ هي هاني يا خويا نعتذر يا لطفي نعتذر. اني ما نتكلمش برشا سي لطفي صحيح الفعل لبست قدت حوايج هكا استويت روحي ومن بعد قالت لك اني ما نتكلمش اي صحيح الفعل. يلا سيدي نمشيو للروندة الأولى. 35 عام متزوجة عندها بنوتة الأحلام الترابيسي. عسلامة أحلام. عسلامة عسلامة شحوالك أحلام؟ الحمد لله تخي بيان ميرسي. الحمد لله صحة بخير البنوتة لاباس؟ الحمد لله هيا لاباس هيا بحذيك بحذية مركزة معاك مالا كانت معطوها تغني رايلية مش هنا ربي فضلها لك يا أحلام تتربى في عزك. يلا وقعد معانا أحلام ما تعلقش تليفون نمشيو للعالية. 59 عام مدام نبيها رجيبة. عسلامة لنبيها. عسلامة عسلامة شنو أحوالك يا لنبيها؟ الحمد لله لا بيك. العالية في ولاية بنزرت. العالية في بنزرت هكا ولا؟ العالية في بنزرت. يا بيه بنزرت شنو الأحوال غاديك؟ فما شتي؟ فمطر ساعات تمطر ان شاء الله. ربي يرحمنا ربي يرحمنا يا رب. امين يا رب العالمين. به مدام نبيها الاحلام سؤال 10 ثواني اللي يعطيني 3 اجابات صحيحه في اقل توقيت عنده حريه الاختيار، يا يكون ضمن فريق لطفي بندقه والا ضمن فريق اسلام جملي اللي اليوم جايه طالبه الثأر من لطفي بندقه. معلومه ان نسوقها بكل احتراز. سوق كندا يا شرق لطا. يلا نبداو بك انت يا احلام 10 ثواني. حاضر احلام؟ حاضر. السؤال يقول يا احلام سمي لي 3 حاجات حاره ناكلوها. 3 حاجات حاره، فلفل هريسه ف
فلفل هريسة هاي خيتي فلفل بينا لا نسلك سؤال المقرونة شايف شايف المقرونة ما تجيش حارة العجة عطتنا زوز إجابات صحيحة بعد ثواني كل مشاو هباء منثورة به لنا بيها أهلا عسلم آية يلا نبيها يلزمك تعطيني ثلاثة إجابات في أقل من خمسة ثواني صعب وإلا ثلاثة إجابات في عشر ثواني به يلا سؤال يقول لنا بيها سمي لي ثلاثة حاجات حلوة ناكلوها ملا لنا بها ذي طيب فيهم توقع شو فيهم توقع لنا بها أسرع من تي جي في ما شاء الله ما شاء الله قد ايه في ثانية ونص ملا لنا بها حتى متقل الأرقام القياسية لا عنا شكون في ثانية لحد الآن مازال ما هذا يا معطيله هاي لنا بها فريق لطفي بندقة ولا فريق إسلام والله يا جوز ولادي يا ربي خليك ربي خليك لنا يا ميمتي اي اختار نختار اسلام جرب تختار اسلام جرب حظك مع اسلام خاطر سمعت اللي جاي طالبه الثار تقول لك اليوم فما الانرجي الكل على اليسار واحنا الزولادة اي ربي يفضلهم هذه بنتها الصغير انت فرحان بها الجمله هذه حسيتك على الاخر عينيك ولا قلوب قلوب لطفي معناتها انا دي مش نسجلها ولا يكلمني يقول اخذوا مني لطفي حس روحه تو 25 سنه كل احساس انا 24 بارتريس بسلام مع لنا بها احلام مع لطفي بندقه احلام سعيده بيان سور خاطر لطفي راهو في بالوش لي اسلام جاي طالب الثار وشد دالي الليل اللي نروحوا اربع ايام اسلام طالب الثار معناها نجم يكون شهر سينما اسلام طالب الثار حلوه اخراج وليد زريات انتاج عاد انتاج مدخل الاخراج استعمل كل شيء حتى في الكوره تكاوره ولا بستنيوني ومتاع مانشستر يونايتد مانشستر به يلا سؤال السرعه لطفي اسلام من سيكون الاسرع البوزر السؤال يقول الزيت اللي نخرجوه في العصره الاولى شنو يتسمى زيت نضوح زيت نضوح جواب صحيح برافو اسلام ايه اللي انا بها اهلا يا فهل عسلان هاي لنا بها كل محليها العسلامة متاعك هاي لنا بها معك سلام عندك 30 ثانية سؤال على نقطة خطوة أولى للدورة النهائية سؤال يقول شكون الفنان المصري اللي في بدايته قدم البرنامج الإذاعي ما يطلبه المستمعون باللغة الإنجليزية اقتراحات سمير صبري عمر شريف ولا سمير غانم شنو اسمه مدام نبيها مدام نبيها عندكش فكره شكون الفنان المصري اللي في بدايته قدم البرنامج الاذاعي ما يطلبه المستمعون باللغه الانجليزيه سمير صبري ولا عمر شريف ولا سمير غانم الحقيقه نستبعد سمير غانم نستبعدك انت ونستبعد ما عندكش فكره انت باغ إليمناسيون راهو الحقيقة ما عنديش المعلومة أما باغ إليمناسيون نقولوا سمير صبري أي إلا أنا به باش تبعها ولا سمير غانم لي سينو انتهى التوقيت انتهى التوقيت تسلم ما عنديش فكرة أنت ما عندكش فكرة أنا عندي أنت ترتاح أنت توا ترقد ترقد أكيد قايل تستلق قايل استلقي استلقي لطفي احسب روحك ضارب شوي بطيخ شوي دلاعه هو بارد كي فهمت واستلقي ماني مستلقي مدام نبيها نعم ما عندكش الاجابه تبعت اسلام الفنان المصري اللي في بدايته قدم البرنامج الاذاعي ما يطلبه المستمعون باللغه الانجليزيه وكان برنامج ناجح برشا استبعدت سمير غانم واستبعدت عمر شريف قالت بار إليميناسيون خاطر سينو راني نعرفهم عندها سمير صبري
ومدام نبيها تبعتك والإجابة صحيحة. برافو. سمير صبري هو ممثل كبير معناه إلى جانب ذلك ينشط فهمت؟ أي. أي. هو الوحيد اللي كان منشط. عمر شريف عمره ما نشط وسمير غانم ما نشط. سمير غانم عمره ما نشط. به برافو سليم. سؤال مش سهل جاوبت عليه بذكاء. جيل ثار. بذكاء جاوبت عليه بذكاء ما عنديش الإجابة جاوبت بذكاء عملت إليميناسيون. عمر شريف يعني ما يجيش. يعني الجبال. ثم تعطيه دي جبال لأن نحب نجاوب عليهم معليش. الله غالب كل واحد ورب خطأ. نعطيه الأسئلة تقصد مش نعطيه الجوابات. نعطيه الأسئلة اللي أنت ماذا بك الناس اللي هم. مثلا. صحيح يعني. تركز في الإجابة في الجملة نتاعك لا تباصينا أنت. نربح كما ربحت المرة اللي فاتت. يعني. مش نربح كما ربحت آخر مرة. نفرح لك نفرح لك. عجيب. ما ينحب الربح قلبي. قلبي. قلبي وتريكنو. يلا. يلا. البزار مرة أخرى. لطفي إسلام. نعم. يا اسلام تمر للدور النهائي تمر وانتصار سحق يا لطفي ان شاء الله استرجاع المصاريف المكان تبعك ماما يا السؤال الاولوي سؤال يقول ناس بكري يرشوا سينوج باش يبعدوا على العين 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 اللي ما تشوفتش يا لطفي شاف يا خسارة كل اللي راته يا خسارة أيوة. تربيتي فيك وش انت يا رأي نعرف طنبا نجيوب به الأحلام وي آية يا أحلام نسمع لطفي خذي الأولوية وأخيرا جاء نهار وخذيت الأولوية الحمد جاء نهار جاء نهار اللي أنا صغير أختي أحلام ونسأل الأولوية اليوم ربي سهل لي مترينين عليها ما عشان نرق ديما نترين أنا الحكاية دي جاء نهار ولطفي فاق به سي لطفي تفضل مدام أحلام باش نعطيكم سؤال ظهر لي صعيب شوي إن شاء الله أنا هكا ظهر لي والله أعلم نحن لها نحن لها عايش خويا يلا 30 ثانية أحلام ركز السؤال يقول شكون السياسي البريطاني المعروف عبر تاريخ اللي صمم طقم أسنانه خصيصا باش يتخلص من مشكلة التلعثم في الكلام الاقتراحات جاك هايز وينستون تشرشل وإلا آرثر ويلزلي مدام ما عندي حتى فكره هاني باش ندبر لك انا فكره صغيره وانت كبره انا اقول وينستون تشرشل وانت يا خويا لكي سديد النظر امانه متحقق منها الاجابه باهي نمشي معاك بدل هاي نتوكل على ربي لطفي بندقه جواب نهائي نهائي ما تحكيش معايا وليد الامور هذه انا كنت نقول لك تشرشل انا ديجا نعرف عندي نسيبي كان يخرج هو تشرشل عنده يقضي وقضي ويرجع في صح به أحلام أنا نأكد لك اللي جاوب بالزهر خاطر أكثر اسم عجبه معروف عجبه وي تشرشل يا خويا بالزهر بالتابل بالكروية بالمرمز إجابة صحيحة أنا كي نبدأ مقتنع أنت جاوب بالزهر معناه أنت ليه القهرة القهرة معناه ينقص لي من 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 غنيها غنيها ينكد عليك نكد علي حياتي مرة لي وأحلام معناه تصور أحلامها قاعدة تنمو عليه تعذب فينا أنا معك معي أحلام أنا معك أحلام من أنذر فقد أعذر ما يحاولش يلعب لك على أصابك أحلام أنت اسمك على اسم أحلامك قاعدة تنمو ما يقول لك هو باش تحقق أحلامك يسمك تفيق منه ماني فايق يكون عندك ثقة في لطفي بندقة يرحم من قرر ورا هاي مالها كلنا خل نحلمو ونثقوا فيه وخل نحققوا أحلامنا سي لطفي تفضل خويا أنا نحلم بدرب البيسين ربي زيدك أحلى كل شيء محقق اللعب الكل طلعت عندك أنت أخوي إن شاء الله ربي معنا ربي معنا شكون السياسي البريطاني المعروف عبر التاريخ اللي صمم طقم أسنانه خصيصا باش يتخلص من مشكل التلعثم في الكلام لطفي بندقة اخترت وينستون تشرشل والإجابة صحيحة برافو أحسن يا لطفي احساسك لطفي بعد الفرحة ما رقدتش ليلة احساس رهيب احساس رهيب رهيب سورتو كي مش مستانس بيه سي نورمال رهيب ولا رهيب سمعتها سي نورمال حاس روحي في سكا في سفارة السنة شو اسمها انت تعرف اللي تشرشل كان رئيس حكومة بريطانيا بريطانيا وكان قوي برشا شنو قوي انا قوي قوي نعملت عليه هو بحق
باهي أحلام نقطة التعادل سوى اللي بشوف سل المباراة فعليا بين سلام لطفي من سيكون في الدور النهائي روندا أولى تعطي برشا شحنة نعلمكم البارح فتحي المسلماني أبدع 3-0 هو لقب بالنمس نمس العب يلا يقرص يده تحته ديما اللي يعمل روحه باش يخسر ويربح بعد يربح شكون ربح بربي البارح ربح بوثينة ما يفدلكش ربح رحمة رحمة الزغلمي النهدي ليه القيدومة ربح رحمة النهدي وما أدراك ثلاثة روندات لم يرحمها اي ما يرحمش ما لا لا يلا لطفي اسلام السؤال الأولوية هذا بالحق سؤال يتطلب السرعة يتطلب السرعة خاطر سهل برش السؤال يقول غلة شكلها يشبه الطماطم أما مطعمها حلو فريز يشبه الطماطم لونها شكلها فريز يشبه الطماطم في اللون نو شكلها الكاكا الكاكا ولا الكاكي تلي عاد ما عندناش منها في تونس عنا ولا عنا كاكا ولا الكاكي لطفي جاتك هنيني بنيني ربي ربي سبحانه تعرف انت سي لطفي انا اعطيني كاكي روح اعطيني ساكي والروح اعطيني كاكي روح المساكي احلام هيا يا احلام هيا بنا نلعب 30 ثانية يا احلام يفصلوك على الدور النهائي يا احلام ركز تشاور انت ولطفي السؤال يقول وقتاش تم اكتشاف تعليب الأغذية الاقتراحات 1841 1941 ولا 1999 وقتاش تم اكتشاف تعليب الأغذية أحلام عندك 1841 1941 ولا 1999 ما عنديش الإجابة ما نصورها في 1800 والله أنا ما عنديش الإجابة أنا نقول خير الأمور وسطها 1941 لكن أنت اللي تقرر خاطر أنت فيدك أنت الحكاية هو أي أحلام آخر قرار أي أحلام اخترت 1800 والله ما عارفه قولي في قلبك قولي اللي انت 1841 1841 اللي ذني 1800 انت اخترت من الاول 1841 ولطفي قال لك 1941 وانا اول الروند ايش قلت لك نعمل على سي انت قلت 1841 لطفي قال 1941 وانا اول الروندة شنو اللي قلت لك يا احلام شنو اللي قلت لك انا شنو قلت لك قال لك راه جاي للثأر لا 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 عليك انت نعملوا على سيلوتفي انا قلت لك نعملوا على سيلوتفي انا قلت انا خرجت من فمي الكلمه هذه انا اللي قلت لك محمد انت هي قالت هي قالت انا شنو قلت انت عمرك ما قلت حاجه في صالحي انا ديما تضرب قلت لي ما تبعوش برشا انا قلت لك مش كل مره تسلم الجر اي ما تبعتوش طب تبعتنيش انا قلت لها عندك انت باش انا ما تحبش حتى ما تبعت اي وانا قلت لها ما تبعتيش انا مره كانت يا احلام مش قلت لك انا قلت لك عندك انت قرر الحمد لله ما تبعتوش تيزي برك الحمد لله الحمد لله هز بيدني في الكرسي 1841 برافو جواب صحيح برافو احلام مبروك عليك الدور النهائي يا احلام هاكا فانت كونت كي تسمع كلامي احلام احنا تعاوننا انا جاوبت لك مره صحيح وجاوبت انت وخليت الكره عندك صحيح ولا تري بون ايكيب احبسوا غازلو مبروك عليك احلام الدور النهائي مدامنا بها لا غالب قانون اللعبه مبروك عليك انت زاد بونداشا قيمته 100 دينار من هدية اتصالات تونس مدام نبيها على شكون تحب تسلم اي انا نفسي وسليم على كل كيف على عائلتي واحنا نسلم عليك برشا ونسلم على العائله الموسعه نتاعك الكل وميرسي بوكو كنت متباري ممتازه وسريعه خاصه سيح في القرعه هاي باش تقعد في الـ في الـ في الثانيه ونص ثانيه ونص برافو مدام نبيها ومبروك عليك بونداشا قيمته 100 دينار من هدايا اتصالات تونس نسلم عليك
برشا ودمنا بها لطفي بندقة ينتصر هذه البداية ومازال صاحبي في الحرب العالمية ذيك عملوا تعليب متاع الأغذية في حرب العالمية دونك قعدوا ضربتهم المجاعة فرنسيس قعدوا يعلبوا شنو الحل قالوا القولي حل باش تقعد الماكلة معلقة يا سي لطفي باش ما تفسدش الماكلة على ذاك قولي وتو باش حتى يمشوا للسعودية ولا للعمرة ولا لواحد يعلبوا صحيح فرحان انت بالانتصار انا فرحان بالتعليب بالتعليب يلا الروندة الثانية بعد شوية ترتيع صغيرة مع البيب راجعين الأربع 37 دقيقة على FM أحلى راديو مازلنا واصلين معكم حتى للخمسة متاع العشية فرحان برشا لليوم لطفي قاعد ينتصر بما أنه الإسلام طلب الثأر متاعها عودة المباراة طلبت إعادة المباراة طلبت ولها ذلك ولكن لطفي موجود لكن هيئات جسوي لا جسوي لا ثلاثة مرات جسوي لا جسوي لا به ما نعرفش علاش لطفي حسيتك لحقيقة من غير ما تغش عمري ما نغش نحسك متشمت شوي لا والله لا والله حسيتك لا. ها مع المواطنة ذي الكريمة غايدت روحه وان بلوس انت لما شكون يتشمت في الجمال هذا اي باز تصورش به نمشيو للروندة الثانية نمشيو قاعدين نعم توكلوا على ربي نتعاونوا عليه هاي بين نمشيو لصفاقس 35 عام متزوج عنده بنوته سي وسام بن توفيق عسلامه وسام عسلامه مرحبا شو احوالك يا وسام الحمد لله عايشك يا وسام قول له شحالك ما تقولوش اي شحالك يا وسام شحالك يا وسام مالا من صفاقس وسام لا من القصرين من القصرين اما الخدمة والسكنة في سفيقس الخدمة والسكنة في سفيقس مال اخويا تحية للقاسرين منين من القاسرين يا وسام تالا من تالا تحية ليك ولاهالينا الكل في تالا يا وسام به وسام قد معنا متعلق تليفون نمشي ولاريانا 34 عام سي حبيب مرابط عسلامة سي حبيب عسلامة شو حوالك يا سي حبيب بيه هو على كل حال انا ولده فهمت شنو راقي بلاصتو ما ماشيش قادر لي لبنان بحديك كان طلب اسم حبيب ما يسالش انت ولد سي الحبيب انا هو ولد سي انا ولد سي الحبيب اي هاي وش اسمك انت محمد العربي محمد العربي بيه سي محمد العربي مرابط هكا ولا اي سي محمد العربي مرابط دونك انت بشارك في بلاصه الوالد بيه حاط بيه سي محمد العربي مرابط ضد سي وسام هكا نورمالمون ذوما الزوز متبارين اللي معانا تاو في الروندة الثانية فاليدي اوكي به سي محمد العربي وسي وسام باش نعطيكم سؤال 10 ثواني اللي يعطيني 3 اجابات صحيحة في اقل توقيت عنده حرية الاختيار يلعب مع لطفي والا مع اسلام نبداو بك انت وسام حاضر وسام حاضر ان شاء الله يلا 10 ثواني سؤال يقول سميلي 3 كذبات يقولوهم الصغار باش يهربوا على القرايه مريض صباح الطريق اي محفظة الدرس ثلاثة إجابات صحيحة نسيتهم لطفي بندقة ما زال يتذكرهم لا ديما المعلمة المعلمة غايبة لا ولدت المعلمة ولدت أي طولت 36 مرة في الشهر المعلمة ولدت والمعلمة غايبة أي باش تهر ولدها ولدت تهر وسيرتو كي تصب الشتاء فما فيضانات ما نجموش نتعداو قدام المكتب باهي ثلاثة إجابات صحيحة في 9 ثواني برافو يا وسام نمشيو لمحمد العربي اي محمد العربي وينه هو الوالد علي ما شاركش هو يخدم يخدم والتليفون عندك انت لا تليفوني هذا نتاع الخدمه تليفونه هو اوكي به حاضر المباراه حاضر يلا 10 ثواني السؤال يقول سمي 3 كذبات يقولوهم الكبار باش يهربوا من الخدمه يطردوا شنو؟
طردوا عوضوا سوير. وفي التوقيت، وفي التوقيت يا صديقي العزيز محمد العربي، وفي التوقيت وسام كان أسرع. وسام لك الاختيار تكون ضمن فريق لطفي بندقة وإلا إسلام. يلا علينا من سي لطفي. مع يا ناري سيلوتي. على روحي كانت حسرة، كان صرحا بهوى. يا حسرة على سام كي كانت ناس كل سام. ريت 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 هذاك الدولار يا كلكو، هذاك الدنيا دولارك اليوم نهار راح. صحيح صحيح، يجي نهار وترجع إن شاء الله. يجي نهار، يجي نهار. ريت اليوم الدنيا، ريت كيفاش، ريت وليد ما تغركش. يوم ليك ويوم عليك. عايش خويا، مش كل يوم. يوم لنا ويوم علينا. مش كل يوم معك. مش كل يوم معك. ربي يخليك. به وسام مع لطفي، محمد العربي مع اسلام. نمشي لسؤال السرعه. لطفي اسلام اسوال يقول. نعم. شنو جمع كلمه نعمه؟ لطفي. نعمت. نعمت. نعم. 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 اوكي. اسلام لك الكلمه، معك محمد العربي 30 ثانيه اسوال يقول. ربي سبحانه. ليه انا خلت فيك فطرة؟ شنو هدية التلفزة المصرية للتلفزة التونسية عام 1975؟ الاقتراحات: شريط زيارة أم كلثوم لتونس، شريط زيارة عبد الحليم لتونس، ولا شريط زيارة فهد بلان لتونس. شكون معايا؟ شو اسمه؟ محمد عربي. محمد، عندكش فكرة شنو هدية التلفزة المصرية للتلفزة التونسية عام 75؟ شريط شريط شنو؟ زيارة أم كلثوم لتونس، شريط زيارة عبد الحليم لتونس، ولا شريط زيارة فهد بلان لتونس. عندك فكرة ولا ليه؟ أم كلثوم. أي تعرف المعلومة ولا بزهار؟ تقرير بين. انتهى التوقيت. محمد العربي اختار شريط زيارة أم كلثوم لتونس. إسلام حسيتك ما عندكش الإجابة. ما عنديش الحقيقة، ما عنديش الإجابة إسلام. أما يا محمد العربي، عبد الحليم. محمد عم. انت شاركت إيه؟ بالزهر وخايف لا تربح بالزهر. انا جبت بالزهر ولا ايه؟ ولا بالزهر. ماشي معاه معناها بلا يبعث فيش كزهر لخوك لطفي. شو دخلني انا يبعث لي في الزهر؟ شنو هدية التلفزة المصرية للتلفزة التونسية عام 75؟ شريط زيارة أم كلثوم لتونس. جواب صحيح، برافو. برافو محمد العربي، نقطة أولى. برافو محمد العربي. عام 97 جيت أم كلثوم لتونس. غنيت به أطلال لطفي، غنيت في القبة. صحيح. في بالك وقتها القبة هذيك معمولة للهوند والكورة، مش متاع، جابوا وقتها الصوت معناه يضرب، يعمل وقت عملت البروفة قالت له ما نغنيش، يضرب الصوت معناه يعمل برشا إيكو. جابوا الجيش دوروه بالكل باش يضرب في صدوراتهم باش ما يصيرش إيكو. تشوف القوة متاع التوانسة. يا عيني ما تعرفش المعلومة هذه يا خويا. خويا هاني نسمع فيك. ومازال وبرشا حاجات مازال. وعلى خاطر اسلام رد بالك. ديما نورنا، ديما نورنا. به سؤال الأولوية مرة أخرى لطفي اسلام. السؤال يقول. يقول. قداش فما من حرف في كلمة تكنولوجيا؟ ها لطفي انت التوقيت اعطيني. 8 حروف. إجابة غلط. 9 حروف. 9 والله 9 حروف. ألف الأخر ما تسبوش. 9 حروف. لطفي إن شاء الله معرفة طيبة. إن شاء الله معرفة طيبة. سوقجي. إسلام معك محمد العربي 30 ثانية. السؤال يقول. قداش من شهر في السنة الهجرية؟ 10، 9 ولا 12؟ اي محمد العربي. 12. محمد العربي استنى ركز شوية، قديش من شهر في السنة الهجرية؟ 10 ولا 9 ولا 12؟ 9. لا قاعد تركز انت تو استنى. كالكولاتريس. 9. 10 ولا 9؟ متأكد 9؟ انا متأكد 9. لا لا 9، 9 ولا 10 ما منعرفش. اي محمد العربي. 9 9. انت مشيت لل 12 من الاول، علاش بدلت رايك؟ لا خاطر عرفتها 9. عرفتها 9. اه رجب شعبان رمضان 3، شوال ذو القعده ذو الحجه 6. حافظهم لطفي؟ لا لا مش الكل الحق. ما لا مش معك اثنين احسن لك. ماكش حافظهم والله. لا يا محمد العربي وي من الاول مشيت لل 12 وما فهمتش علاش بدلت رايك يا صديقي.
خاطر مثبت تسعة. مثبت زادة. مثبت برالي أنت. 12 لا أنت قداش من شهر في السنة الهجرية بين 10-9-12 اخترت 9 صديقي العزيز والإجابة غلطة هي 12 مهيش 9 هي 12 للأسف الإجابة غلطة سؤال الأولوية مرة أخرى لطفي فرصتك باش تعدل النتيجة يا ربي معنا السؤال يقول الفول والحمص والعدس واللوبيا شنو يتسميو بقول بقول برافو سلام في فورما سلام رجعت أنا في طنجرة آي آي وسام مسكين قاعد يستنى فيك كاكاو قاعد كان يستنى هاو يستنى وسام أرزمك تحرك بغات يلا سلام معك محمد العربي 30 ثانية أسوال يقول شكون اللي غنى زحمة يا دنيا زحمة في فيلم شعبان تحت الصفر الاقتراحات أحمد عدوية محمد الحلو شعبان عبد الرحيم محمد عندكش فكرة شكون اللي غنى زحمة يا دنيا زحمة في فيلم شعبان تحت الصفر أحمد عدوية ولا محمد الحلو ولا شعبان عبد الرحيم ما عندك فكرة ولا ليه محمد نستبعد محمد الحلو بين شعبان عبد الرحيم وأحمد عدوية ولا لا عندي حتى فكرة أما نورمال لولا نية حلوة سميها ربي حلوة محمد الحلو حلوة حلوة أي اللي جاب لولا أحمد عدوية اي اي شكون اللي غنى انت التوقيت باش ناخذ الاجابه محمد العربي قاعد تجاوب بالزهر ولا كيفاش قاعد تجاوب ما ولا فما شكون بحذيك متاكد منها الاجابه شكون اللي غنى زحمه يا دنيا زحمه في فيلم شعبان تحت الصفر بين احمد عدوية ومحمد الحلو شعبان عبد الرحيم احمد عدوية معروفه الاغنيه جواب صحيح برافو محمد العربي مبروك عليك الدورة النهائية يا محمد العربي نتلقاه بعد شوية في الدورة النهائي ألا غالب وسام اسلام كانت سريعة جدا اليوم على البزار خاصة في الروندة هذه ما تروحش متغاس صديقي مبروك عليك بوندا شاقيمة 100 دينار من هدية صالة تونس السلام عليك برشا وسام ونخلي لك كلمة الختام على شكون تحب تسلم وسام أي السلام عليكم الكل وانا نسلم عليك برشا على العائلة الكل يتوال 600 يتوال واحد دي اس كود يوصلك للألف دينار من هدية اتصال تونس ترتيحة صغيرة مع البيب رجعين الاربع 51 دقيقة على FM احلى رجو مازلنا واصلين معكم حتى للخمسة متاع العشية فرحان برشا للطفي قاعد يخسر يخسر خير من اللي ما يعطيش معلومات كاملين للناس قبيله خاطر تعطي انت في الاشهر وصلت لثلاثة ولا أربعة انا سالتك انت قلت تعرف انا قلت لك ما نعرفش انت وبرسي باش تنور تكمل شفت ستة وقفت علاش ننور فيك انا علاش ما تنورش انت نور روحك كي بديت تكمل تتحدى فيا انا ماتور انت راك انت تتحدى فيا معناها انت راك المعلم انا اي تتحدى فيا انت نتحدى فيك بيان سور على لا قصيت في السادسة ما تعرف كانهم سمينا الاشهر ناس يسمعوا فينا روح سيقرا ترتيب مانيش حافظه الحقيقة ما حافظهم نتحديك راه يا لطفي نتحديك اي نعم هاي نبداو نحسبوا بعض ما قلناش كيف ما حظ ذكرني فيه ومن تفضل نذكر هذوك رجب وشعبان ورمضان هذوك رجب شعبان رمضان جمادى الاول جمادى الاخر صفر محرم شوال ذو القعدة ذو الحجة هاي مازال زوج صفر هذيك المتحقق من خاطر جمادى الاول جمادى الاخر قلتهم يا وليدي تختاروا خذوا الاخر ثلاث مرات معناها الاخر يقعد من الاخر فما اي فما اغزر فما جمادى الاول جمادى الاخر فما ربيع الاول وربيع الاخر سيبه اعطيني الضحكه بالله عليك بعد مشيت فسكيت ورجعت حافظ صفر خاطر باش تفهم هذيك الوحيدة حفظها شو ملومش عليك ما سألتني سؤال هاني جاوبت مانيش حافظهم بالترتيب ما من الأول قلت ستة برك مشيت فسكيت ورجعت صبيتهم خينا للدرجة هذه علي أنا مستنى فيك باش تسألني سؤال تستنى فيا عبيت تسمع فينا يا لوتي خارجة من خدمة تو وانت يرجع في فاست ميتيش قليل سهي تقول راني خسرت وكهو قول خلي العبيد تعرف لي انت خسرت كون محضر خير استكفى بروحك كون محضر خير مراه طيبه محليك عايزك يا لطفي قول راني خسرت للعبيد خلي يسمعوا العبيد اللي انت خسرت يا العبيد ما تعدلوش عليه 3-0 قول لي يا العبيد 3-0 3 يا العبيد اه يا العبيد راك وليد زريات يلا نمشيو للفينال يلا هاي ال1000 دينار مدام احلام نعم
تسمع فيه بالليل الاحلام شو عامل فيا؟ وانت عامل فيه؟ يوه يا ربي الحمد لله ينصركم الله فلا غالب لكم فلا غالب مستمع مستمع على روحه وفر وفر هو اللي ربحنا ربحنا بعضنا انا وليد شكر شكر العروسه يرحم والدي ايوه شكر يرحم والديك يا احلام ان شاء الله احلامك ديما متواصله اي احلام متواصله نعاودوا القرعة ولا تحب تواصلوا مع نفس الفرق؟ لا لا اخوي كما بدينا كما بدينا باه تواصل مع لطفي بندقة محمد العربي تواصل مع اسلام محمد العربي ماشي العربي ماشي 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 هاي تواصل مقتنع ما هو مقتنع كي خير من بلاش يلا السؤال الأولوية ما عادش عندنا برشا توقيت السؤال يقول نعم ما هو الرذاذ في اللغة العربية؟ المطر الكياد خفيف هكا المطر الخفيف الضعيف جواب صحيح برافو اسلام هو الضعيف مش الخفيف كيف كيف كي تو تحب كي تحب سامحني كي تحب تربح تربح كان قلت انا راه ما مشيتش لا والله تمشي الخفيف والضعيف والكل معناها هي قالت بالدرجه هي قالت واللي عم ريجيم هي قالتها بالدرجه قالت لك المطر الضعيف الضعيف والذميم سلام يلا محمد العربي هاي يا محمد يا محمد العربي بدل على ابوه مشى محمد انا بحضير تفضل ها بحضير يا ركز يا محمد في الاستديو احنا ما ريناش 30 ثانيه محمد السؤال يقول شنو هي اللغه اللي كتب بها حمورابي شريعته القانونيه الاقتراحات اللغه الاكاديه اللغه الكشميريه ولا اللغه الفارسيه ما هي اللغه اللي كتب بها محمد شنو هي اللغه اللي كتب بها حمورابي شريعته القانونيه اللغه الاكاديه ولا الكشميريه ولا الفارسيه نستبعد الفارسيه الفارسيه ليه ما بين لونه وثيانه اي الاكاديه هي لغه تقرب للعربيه دونك نتصور هي تبعني نتصور هي اي نتصور هي الاكاديه هي اللغه هكا تقرب للعربيه سلام انت التوقيت حمورابي تبع الفرصه دوك اي محمد أي. محمد اختار صديقي اللغه الاكاديه اللغه الكشميريه ولا الفارسيه اكاديه انطبق الاكاديه اللغه اللي كتب بها حمورابي شريعته القانونيه اخترت اللغه الاكاديه والاجابه صحيحه برافو سلام يلا سؤال الاولويه مره اخرى نعم. لطفي اسلام اسوال يقول شكون الهواري بومدين هواري بومدين رئيس الجزائر رئيس للجزائر الرحم الرحم رحمه الله جواب صحيح يلا احلام وي 30 ثانية باش تعدل النتيجة يا احلام اسوال يقول قديش من ولاية موجودة في تركيا الاقتراحات مازالوا كيعملوا الانتخابات اللي تبع الانتخابات يعرف 35 ولايه 50 ولايه ولا 81 ولايه عندك الاجابه احلام ولا نقول لك انا عندي الاجابه صحيحه ما عنديش شيء 81 انا مشيت 26 مره لتركيا ونعرفها مليح مليح يلا تبعت الانتخابات على ولا بالحق الحق نحبها برشا مشيت سافرت انت قالت لك مشيت لهم ال 81 الكل لا يا بنتي يا اخي ما رقدتش مشيت طليت وروحت احلام جاوبني هي ومجاوبني هي قداش من ولايه موجوده في تركيا بين 35 50 81 اخترت 81 جواب صحيح برافو احسنت يا لطفي برافو به كيستيون باراس السؤال اللي باش يفصل المباراه اذا كان واحد من المتبارين اخذ الاولويه اخذ الكرونيكر اخذ الاولويه المتباري اللي معاه جواب صحيح مبروك عليه ال 1000 دينار جواب غلط اوتوماتيكمون الفريق المنافس مبروك عليه ال 1000 دينار السؤال يقول اولاد شامخ تابع اي ولايه عندك مدام عندك انا ايش عندك فانا ولايه اولاد شامخه اي ياسرين والله ياسرين لا غلط اجابه غلطه ولايه المهديه ولايه المهديه كسر استوديو كسر استوديو مل مل سي محمد العربي هاي يا محمد تفضل متفضل خويا تفضل عندي كل خير 30 ثانية محمد العربي اسلام السؤال يقول شكون اللي لحن جينيريك رأفة الهجان الاقتراحات عمار الشريعي ولا ميشيل المصري ولا احمد صدقي
محمد عندكش فكره شكون اللي لحن جينيريك رأفت الهجان؟ عمار الشريعي، ميشيل المصري، ولا احمد صدقي؟ اللي جاب الثياتر احمد صدقي. اه متاكد؟ متاكد متابعك. ما عنديش فكره. ما عندكش اللي جاب؟ جاوبني هي محمد العربي. جاوبني جاوبني شكون اللي لحن جينيريك رأفت الهجان بين احمد الشريعي، ميشيل المصري، احمد صدقي؟ اخترت احمد صدقي. عاود سالتك مره اخرى، متاكد من الاجابه؟ قلت لي اي. للاسف الاجابه غلط، هو عمار الشريعي. الشريعي، مبروك عليك. بوندشا قيمته 100 دينار من هديه اتصالات تونس. محمد العربي، احلام مبروك عليك 1000 دينار، مبروك عليك المليون يا احلام. ريت احلام تعرف شكون تختار ربي. الزر يا للمره الثانيه على التوالي بالضربه القاضيه. الزر مشي معاك. الزر يا احلام. الزر العطشيه فارس يا احلام. الزر مشي معاه ولا لا؟ 81 ولايه نتاع تركيا هي اللي رفعت كونش. يرحم من قرى ورى. ميرسي بوكو احلام، نسلموا عليك برشا. لطفي ميرسي بوكو. سلام، ميرسي بوكو، نسلموا برشا على الباكوفيس الكل بقيادة عزة تويتي. نتلقاو إن شاء الله نهار الاثنين في نفس توقيت تاريخ سيونس كل. باي باي.